مشاهدي قناة الصحة والجمال، أهلا بكم في برنامجكم وبرنامجنا بنت النيل. النهاردة حلقة جديدة نتكلم فيها عن موضوع جديد مع ضيفنا الدكتور محي إسماعيل، أسطورة الطب البيطري في جمهورية مصر العربية. أهلا بك سيادتك دكتور محي، نورت البرنامج. أهلا بحضرتك والمشاهدين. أهلا وسهلا بسيادتك. طبعا النهاردة هنتكلم عن الذبح خارج السلخانة والأضرار اللي بتنتج عن الذبح خارج الإنسان السلخانة بالنسبة للإنسان وصحة الإنسان. عاوزين سيادتك كده تتكلمنا عن الأضرار اللي بتنتج عن الذبح خارج السلخانة بالنسبة للإنسان والأمراض. طبعا دي طبعا بتسبب للإنسان أمراض كثيرة. عاوزين سيادتك تعرض لنا الموضوع ده إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. النهارده في أكثر من 240 ل 280 مرض بيتنقل من الحيوان للإنسان، وده يعتبر كم كبير جدا من الأمراض اللي بتصيب الإنسان نتيجة التعامل مع الحيوان. منها أمراض فيروسية، فيها أمراض بكتيرية، وفيها أمراض جلدية. الأمراض الفيروسية زي ما حضرتك عارفة والمشاهدين عارفين، زي أنفلونزا الطيور، زي أنفلونزا الخنازير، زي السعار، زي حمى الوادي المتصدع. عندنا أمراض بكتيرية زي السل والبروسيلا، والأمراض زي التسمم الغذائي، وفي عندنا أمراض جلدية زي القوب وزي الجرب اللي بيصيب الإنسان من الحيوان. نرجع تاني للموضوع الأساسي للحلقة، وهو الذبح خارج السلخانة وما هي الأمراض التي تنتقل عن طريق الذبائح المذبوحة خارج السلخانة للإنسان. أيوة. ومنها أمراض كثيرة. أولا الذبح خارج السلخانة ده شيء خاطئ بيرتكبه كل من يقوم بهذه المشكلة، بهذه العملية، لأن النهاردة المفروض الذبيحة أو الذبائح تخش السلخانات الحكومية ويقوم على ذبحها نخبة متخصصة من الأطباء البيطريين المتخصصين في هذا المجال. تدخل الذبيحة، الدكتور بيكشف عليها قبل ما تنذبح، قبل ما تذبح، ويتأكد من صلاحيتها أنها مش مريضة، وبعد كده بيدخلها يعمل لها جس، يجسها عشان يشوف انها ما هيش حامل، وفي نفس الوقت ما يذبحهاش وهي حامل. ثالثا بعد ما تبقى هو ممنوع الذبح وهي الذبيحه. ممنوع ذبح الحيوانات العشاق. طب ايه السبب؟ احنا عايزين نعرف السبب. يعني الثروه الحيوانيه، تنمي الثروه الحيوانيه، ولا هي اصلا اللحمه اللي بتكون مضره للانسان؟ يعني دي تفرق. مش مضره، ولا مش مضره. انا عندي قانون بيجرم ذبح الاناث قبل ما تصل لسن 5 سنوات، لان النهارده الانتاج بتاعها عالي، وفي نفس الوقت عمليه الحمل فيها بتبقى يعني نتاجها عالي. فانا النهارده عايز ازود الثروه الحيوانيه بتاعتي، ما ذبحش الحيوانات الحامل، لازم ازود مجموعه الثروه الحيوانيه، ونشط مشاريع كبيره ثانيه عشان ترفع من اقتصاد البلد، نقلل الفجوه ما بين الاستيراد والتصدير. ماشي. طيب ايه الامراض اللي انا هلاقيها في الذبيحه بعد ما تذبح بره السلخانه؟ المفروض انا عندي الذبيحه اللي تذبح في السلخانه بتتختم بعد الدكتور المختص ما بيكشف عليها، يكشف على كل اجزاء الذبيحه، كل الاربع، كل الاجزاء الداخليه بتاعتها، الرئتين، القلب، العضلات، الراس، كل شيء بيكشف عليها. وبعد ما بيكشف عليها بيجيب الختم المختص بتاع المجزر، وله علامات خاصه. ايه هي العلامات دي؟ احنا عاوزين نعرف علامات خاصه. لازم في علامه سريه، محطوط لكل مجزر علامة سرية في داخل الايه؟ في داخل الختم. بعد كده في اسم المجزر، مكتوب اسم المجزر. يعني انا كمستهلك لو رحت ناحية اللحمة اشتريها، اجرب من الختم اشوفه، شوف الختم، شوف اسم المجزر عليه والعلامة السرية، يعني التفاصيل دي حضرتك وضح لنا اكتر. يعني اسم المجزر، علامة سرية الاول، علامة سرية، اسم المجزر، مثلا مجزر البساتين، مجزر القاهرة، مجزر طنطا، مجزر شبين الكوم، مكتوب كده. تاريخ الذبح النهارده مثلا 8/11/2020. تاني حاجة، كبير أو صغير، مكتوب عليه لحم كبير أو لحم صغير، يبقى ده موجود، الباتش ده موجود، مختوم على اللحم. مختوم على اللحم. مختوم على اللحم.
يبقى دي اللحمه مذبوحه في مجزر وطبيب بيطري مختص كشف، يبقى انا اخدها وانا مطمئن، لان الدكتور لما كشف عليها لو كان فيها اجزاء مرضيه زي السل بالذات بيبقى ظاهر قدامنا، السل موجود في ربع من الاربع الدكتور مختص بالدكتور البيطري المختص. يعني ده مرض زي السل ده بتتعدم الرئه ولا يتعدم تتعدم اللحمه بالكامل؟ لا، بيتعدم الجزء المصاب. الجزء المصاب بس فيه قانون الجزء المصاب بس هو يعني لو الرئه لوحدها تعدم، الراس لوحدها تعدم، المصارين لوحدها او الاحشاء الداخليه تعدم، اما لو في ربع واحد يعدم. طب لو في ربعين، هنا الموضوع بيختلف شويه. ليه بيختلف؟ لان يبقى خد ربعين وعندي راس فيها، يبقى معنى كده ان انا هعمل اعدام كل الذبائح. يعني لو وصلت للنص الذبيحه يتعدم الذبيحه كلها. هو الدكتور المختص بيحدد كيفيه اعدام الذبيحه. زي ما بقول لحضرتك هو طبيب بيطري مختص ومتمكن من عمله طيب بدرجه عاليه وفاهم شغله بالظبط. هو بيكشف على الذبيحه كشف كامل، زي ما قلت لحضرتك بيكشف على الذبيحه قبل الذبح وبيكشف عليها بعد الذبح، وبيشوف الحالات اللي هي الحالات الاماكن المريضه بيعدمها، وبعد كده بيختمها بختم المجزر زي ما قلنا مواصفات الختم زي ما اتكلمنا. الامراض دي بتتنقل للانسان باللمس، بلمس اللحمه ولا باكلها ولا تتنقلها ازاي؟ هو يعني كمان احنا عاوزين نعرف حتى الحيوانات اللي هي لسه صاحيه مش بيها، يعني لا ماشي لسه بيها، دي برضه بتنقل امراض للانسان ولا لا؟ بتنقل. احنا عندنا اللحمه قبل ما تتذبح وهي في المجزر، وهي في المجزر لو كان فيها مرض زي السل زي ما قلت لحضرتك الدكتور بيكشف عليه ويعدم الرئه. لو اتذبح بره السلخانه وفيها سل هتبص تلاقي الجزار واللي بيعاونوه في الذبيح والسليخ والحاجات دي والسيدات اللي بتروح تشتري اللحمه من المكان اللي هم من مكان الجزاره بتاعه، كل دول بيتصاب نتيجه التعامل مع اللحمه قبل الطهي. لكن مجرد اللحمه اللي بتخش الطهر ويتم نضجها تماما بالغليان بتفقد الفيروسات والبكتيريا وكل الامراض اللي ممكن تتنقل عن طريق اللحمه للانسان بتنتهي وما بقاش فيها اي مشكله. لكن المشكله كلها قبل الطهر. فاحنا في الحالات دي يبقى ست البيت او الجزار او كده لازم يعقم ايديه كويس ويغسل ايديه كويس قبل ما يجي ياكل او قبل ما يتعامل معاه. هو بيشرب هو يعني بياكل. يعني بيغسل ايديه كده يغسل ايديه بصابون. حضرتك بتختار يغسل ايديه بايه غير الصابون عشان هو عندنا العدوى هتتنقل عن طريق الايدين ازاي؟ انا دلوقتي السكينه اللي بتقطع اللحمه برضه بتاع السكينه الاخرى بتنقل، السكينه الاخرى بتنقل العدوى. يعني ايه؟ يعني انا في جزار ذبح ذبيحه فيها سم وهو بيذبحها بيخلص فيها وكده ذبح ذبيحه ثانيه ما فيهاش سليمه، السكينه دي تكون وسيله عدوى لان انا اعدي الذبيحه الثانيه. طيب التعامل بقى مع اللحمه نفسها قبل الطهر، هي دي المشكله اللي هتقابلنا احنا كمواطن او انا بس. يعني ممكن في الغسله بنخلي ده كل الامراض دي لا لا هي انا ايدي اشطفها ازاي؟ اعقمها ازاي؟ انا بجيب مثلا عندي صابون سائل او عندي الصابون العادي بمسك ايدي بغسلها. انا غسلت ايدي كده بالصابون نظفت ايدي، لكن في عندي لسه عدوى. هتيجي منين العدوى دي؟ هتيجي من بين الضفر ومن بين اللحمه. فانا لما اغسل ايدي كويس اقوم اعمل بايدي كده واخد الصابون السائل الصابون المحلول في ايدي ناحيتين مرتين ثلاثة أربعة خمسة. يعني الصابونة العادية كفاية؟ الصابونة أي الصابونة العادية كفاية أي مادة، بس المهم الطريقة اللي تتغسل بيها الإيد بالظبط كده. يعني الصابونة العادية دي كفاية تكفي تماما إنها تنظف كل حاجة، لكن أنا لو غسلت بدون ما أدخل الصابون بين الضافر واللحمية ده مكان أساسي لأنه يجيب لي العدوى. لأن مهما أغسل بدون ما أدخل الحاجة دي كده انا غسلت ايدي لكن ما غسلش مكان العدوى اللي هو ما بين الضافر وما بين اللحميه. دي المشكله اللي بتقابلني دلوقتي، وديت يعني بتنقل لنا امراض كتيره جدا زي طبعا بتنقل لنا زي امراض السل، امراض البروسيلا وما اخطرها امراض البروسيلا النهارده
عاملة يعني أنا شايفة إن عدد كبير من المرضى بيدخل المستشفيات، وطبعا تكلفة على الدولة بكمية كبيرة، وده نتيجة الذبح خارج السلخان. يعني احنا نزلنا الشارع وعملنا تقرير، ولقينا في الناس أصلا مقبلة إقبال شديد على إنها تاكل لحمة مذبوحة خارج السلخان. يقول لك لا دي أسعارها أقل، خصوصا اللحمة الماعز، لا أسعارها أقل، وكمان يعني لا احنا مذبوحة قدام عيننا وشايفينها، يعني كأني من دم شافها قدام عينه خلاص كده أصبحت معقمة. هو بالنسبة لي يعني النهاردة الذبايح لما بتخش السلخانة بتدفع رسوم، الرسوم دي ساعات بتبقى غالية على الجزار، وفي نفس الوقت بيبقى هو عايز يهرب يذبح بره عشان ما يدفعش رسوم عشان زيادة التكلفة، عشان أيوة التكلفة، آه. وفي نفس الوقت بيحاول يبيع بأرخص شوية عشان يبيع على طول ويجيب غيرها وغيرها يعني تتوقع التكلفة مش هتغطي المكسب اللي هيجي ده من ذبح، المكسب اللي جاي ده مش هيغطي التكلفة بتاعة النقل وتكلفة الرسوم؟ يعني التكلفة دي هو مع الحالات الكتيرة، مع حالات آه الكتيرة اللي هو هيذبحها هتكفي وهتغطي وهيبقى في مكسب كبير. لكن هي المشكلة ان لو ذبيحة واحدة زي ماعز واحدة، لو ماعز واحدة هيروح يذبحها في السلخانة وهيدفع لها رسوم ونقل وكده، لا هي مش هتكسبه. لكن لو واخد مثلا 10 ماعز مع بعض نفس تكلفة النقل واحدة، آه. فهتبقى بالنسبة له سهلة وانه يعني احنا هيكتسب صدفنا منها. جزار بيقول انا مكسبي من الذبيحة 20 جنيه، هاخد عربية ب100 جنيه من هنا لحد السلخانة عشان اذبح معزة وارجع تاني، وهدفع الرسوم هناك ال20 جنيه هدفعها هناك، هدفع كديها تاني الرسوم. ده رده كان مقنع في ان يذبح بره السلخانة، وطبعا حضرتك عارف الاضرار. يعني احنا شفنا الذبح، الأرض اللي بيذبح فيها الأحشاء والتلو، يعني المنظر حضرتك مقزز في الطريق، الطريق المنظر فيه مقزز، المخلفات دي بتترمى في الأرض واللحمة نفسها بتلمس الأرض، وده طبعا يعني حتى متهيألي الشمس نفسها مش هتعقم ده كله، الدم والأحشاء والحاجات دي كلها، العيال الأطفال بتلعب وترجع وتنقل العدوى دي. ده شيء كلام حضرتك صحيح، ولكن الحل ايه؟ احنا عاوزين نعرف الحل من سيادتك. الحل النهارده مع الهيئه العامه للخدمات البيطريه مشكورا، مع نعم الشرطه والتموين، بيطلعوا يعملوا حملات على الجزارين والذبح خارج السلخان. فاللي بيعملوا قضايا كتيره جدا ممكن نشوفها في التلفزيون كل يوم، انه بيمسكوا لحوم فاسده ويمسكوا اللحوم خارج السلخانة غير صالحة للاستخدام الآدمي. وإحنا في الحالة دي بنشكر القائمين على الهيئة العامة للخدمات البيطرية والقائمين على الشرطة والتموين، دول بيعملوا مجهود عالي جدا في التصدي لمثل هذه المشاكل. يعني من وجهة نظر سيادتك القوانين دي رادعة بالنسبة للجزار، هي ولا القوانين دي مش رادعة؟ يعني أنا شايفة إن الجزارين برضو مستمرة لا هي قوانين، بيتعمل له محضر وبرضو بيرجع يذبح ما تاني، هو دي يبقى خطوة كده إن أولى، هو أصلا كده، هو أصلا مش هامه القانون كده، ما ضبطش معاه. ما الخطوة التانية إن أنا هحاربه ما يذبحش خارج السلخانة، هعمل له حل بديل. إيه هو الحل ايه الحل البديل؟ البديل؟ ايوه الحل البديل لو ما عندوش سلخانات قريبة منه أعمل له سلخانات. تاني حاجة أعوضه عن الأجزاء اللي هي تعدم من الذبيحة، بحيث إن أنا اديله فرصه ان هو اللي يقول لي تعالى يا دكتور انا عندي اكشف الربع على ده دي. هو فيه سل، لانه عارف ان هياخد ثمنه وزياده شويه، يبقى هو مش هيجري مني ولا هيهرب او لا هيروح يهرب مني يذبح خارج السلخانه، لا هو هيجي كده في المجزر وهيذبح وهيجي بينه نفسه كده يقول لي يا دكتور الربع ده هو فيه سل، الرئه ديت فيها سل، الراس دي فيها سل، لانه هياخد ثمنها وهامش ربح عليه. يا ريت احنا المسؤولين ياخدوا بالهم من النقطة دي ويبدأوا يعوضوا الجزارين بتعويض مجزي وهامش ربح معاه، يقوم نبدأ احنا ما نخليش الجزار يهرب مني ويروح يذبح خارج السلخانة، لا هو هيجي بنفسه طواعية منه لنفسه يذبح داخل السلخانة لأنه عارف هياخد حقه بالبلدي كده تالت ومتالت. معانا فاصل، معانا فاصل، المخرج بينبهنا، معانا فاصل وهنرجع نكمل ان شاء الله. ان شاء الله رجعنا لكم بعد الفاصل ومعانا ضيفنا الدكتور محيي اسماعيل. اهلا بسيادتك دكتور محيي. طبعا احنا عاوزين نعرف اللي يعني احنا عشان نشجع الجزار يذبح داخل السلخانة،
وما يهمهوش اذا كانت الذبيحه دي مريضه او سليمه. ايه التعويض، ايه اللي ممكن الدوله بتعمله عشان تشجع الجزار ده يذبح داخل السلخانه؟ ان شاء الله. اول حاجه الدوله لازم تزود التعويضات اللي الجزارين بياخدوها، لازم تكافئ الحاجات. يعني مثلا عندي ربع في ذبيحه انعدم، هذا الربع الذبيحه دي كلها مثلا ثمنها 25,000، وعدمنا ربعها يساوي كام؟ 8,000 جنيه. 8,000 تقريبا. انا لو انا جيت كده والحكومه جت قالت الربع ده هو يكلف الجزار 8,000 جنيه، لا انا هديله ال 8,000 جنيه وادي له هامش ربح 2,000 جنيه عليه، يبقى ثمن الذبيحه هنا ثمن الربع 10,000 جنيه. انا شجعت الجزار ان هو يجي منه لنفسه طواعيه كده، ما اجريش وراه ولا الشرطه تروح له ولا التموين ولا اي حاجه، هو بيجيب الحيوان بتاعه يدخله السلخانه، الدكتور بيكشف عليه وبيشوف حالته الصحيه. بعد ما بيكشف عليه عدم ربع، الجزار بياخد ثمن الربع والتكلفه التكلفه الزياده عليه ويديهوله فورا، يديهوله في نفس فورا. اليوم او ثاني يوم على يعني ده اللي بيحصل فعلا حاليا ولا احنا بنقترح كده؟ لا احنا بنقترح ان يبقى كده، لكن نسبه تعويض صندوق التعويضات اللي موجود في الهيئه بيبقى كل محافظه لها صندوق تعويضات لوحده. يعني معنى كلام سيادتك ان كل محافظه بتدفع تعويض غير المحافظه الثانيه، يعني تكلفه التعويضات بتختلف. اصليه التعويضات بصندوق اسمه صندوق التعويض. بيجي صندوق التعويض ازاي؟ بيلموا من الجزارين فلوس ويحطوها في صندوق عندهم في المحافظه، الجزار ده اتذبح له رؤى وده بيتجمع شهري ولا بيتجمع على كل راس الجزار بيدخل عليه؟ مع كل راس ذبيحه، مع كل ذبيحه فيه نسبه بتطلع للصندوق ده. للصندوق فبيتجمعوا الفلوس دي وتتحط في المحافظه او في بنك او في هم يعرفوه كويس. بعد كده الجزار اتعدم له ربع، مثلا الربع ده مثلا ب 2000 جنيه ب 3,000 جنيه، بيدوا له الفلوس بس ما بياخدهاش وقتيا، وما بيبقاش كميه التعويض اللي بياخدها الجزار تكفي ثمن الربع اللي هو اتعدم ليه. فاحنا بنقول وبنناشد المسؤولين ان تبقى التعويضات ديت الحكومه اللي تعملها بنفسها، ويبقى لها قانون مقنن، ويبقى يرفعوا قيمه التعويض للجزار عشان الجزار ما يخافش من اعدام الحيوانات بتاعته اللي هي هتتعدم في السلخانه، وياخد فلوسها كفايه وعليها هامش ربح. يقوم الجزار لما يجي يكون عنده حاله وهيتعدم منها جزء يبقى مبسوط وعارف ان مش هيتضرر، هيبدا يجيله ياخد الفلوس بتاعته ويبدا يجيب ذبيحه جديده. احنا كنا زمان من 20 سنه او 30 سنه كنا بنتعرض كاطباء بيطريين من الجزارين وللان من مشاكل رهيبه. ايوه يعني التقيت بالناس وجدت ان فعلا في مشاكل بتحصل مع الاطباء البيطريين داخل السلخانه للجزارين. طبعا يعني مش عاوز الذبيحه بتاعتك تتعدم منها سنتي. هو بيبقى عارف كويس ان فيها سل وهو مش عايز يعدمها، عايزها تطلع تتباح. انا كطبيب عايز اعدم الربع ده عشان خاطر ده وظيفتي ومهنتي وامانه، لازم اعدمه علشان الناس اللي هتاكله بره ما تدعيليش بالسل، وهيكلف الدوله ما لا طاقه له. طلع فعلا العدد ده واللي كان منها هيروح المستشفيات الحكوميه، في الحميات هينام له 6 شهور اللي عنده مريض بالسل، هيقعد 6 شهور يتعالج، هيكلف الدوله ولا طاقه. فانا دلوقتي لما اجيب الربع الذبيح ده واعدمه واقول له ربع مثلا ب 5,000، لا خد لك يا عم 6,000 جنيه، يقوم الجزار هو يتشجع يقول لي انا دلوقتي خدت ثمن الربع وخدت اتعابي عليه اللي هو هامش الربح بتاعي، يبقى انا ما عنديش فرصه ان انا اجري من السلخانه وابعد عن السلخانه واذبح بره، طالما انا هاخد حقي. يبقى انا بناشد المسؤولين يزودوا صندوق التعويضات، ويبقى فيه يفهموا الجزارين علشان يعملوا لهم حملات تثقيفيه. علشان يذبحوا في السلخانه وما يسيبوش السلخانه ويذبحوا بره، عشان هم صحتهم هم وصحه اولادهم وصحه الناس اللي بتتعامل معاهم، لان هم اول ناس جزار والشغالين اللي معاه واولاده والستات بتوعه وكل الناس المحيطين بيه هم اول ناس هيتعدوا من المرض اللي عليه. الستات بقى اللي بتاخد اللحم وتروح البيوت
اهي بتتشطف كده بتغسل ايدها. انما اللي قاعد شغال طول اليوم في السلخانه او تشغل طول اليوم في محل الجزاره، هو ده الوحيد اللي معرض للعدوى اكثر واكثر. الحديث مع سيادتك ممتع يا دكتور محيي، وانا يعني احنا لسه لينا لقاء تاني وتالت ورابع الحلقات القادمه ان شاء الله هنستكمل اللقاء بتاعنا، بس احنا دلوقتي وقت يعني الوقت انتهى، وطبعا احنا خلاص يعني هننهي الحلقه ان شاء الله، لينا لقاء الاسبوع القادم باذن الله ان شاء الله وبالتوفيق، ونسمع عن البرنامج كل خير، ويا ريت الساده المشاهدين يعني يعوا هذا الموقف، واخواننا الجزارين يعوا هذا الموقف، والموضوع ان الذبح خارج السلخانه ده مشكله كبيره وعايزه حل جذري، وان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله باذن الله. لنا لقاء باذن الله الاسبوع. شكرا لحضراتكم.